سلام، أنا إبراهيم رمزت، واليوم بدي أخبركم على أسهل وأفضل طريقة لعمل جل بذر الكتان بالبيت. هذا هو الجل اللي بستخدمه لحتى يخصل شعري المجعد ويخليه محدد أكثر ويخفف من النكشة أو الهيشان اللي بالشعر. لأنه معمول بالبيت فهو ممكن يعطي انطباع أنه هو حل نص نص أو ممكن ما يمشي الحال. لا بالعكس، هو كتير حلو وكتير فعال وصار لي شهور عم بستخدمه. من مميزات هذا الجل أنه مصنوع من مكون واحد فقط، يعني ما في مثلا مواد ممكن تأذي الشعر أو مواد حافظة أو ألوان أو روائح ما يكون إلها لازمة للشعر نفسه، إلها مثلا فائدة تصنيعية. يعني الجل اللي بيكون محطوط على الرف بيكون محطوط عليه مواد حافظ علشان يضل على الرف فترة أطول، مش علشان يعني يعتني بالشعر أو يطلعه بمظهر أفضل. على فكرة هو إجاني من التعليقات اللي عملتها على فيديو روتين الشعر من شي 4-5 شهور، وبلشت استخدمه وأجربه، وبعدين حسيت إنه أنا عم بعمل طريقة معينة ممكن تفيدكم. محتاجين فنجان صغير بذر الكتان كامل مش مطحون، بحط فوقهم 7 فناجين مي، بحطهم بوعاء أو دلة كبيرة شوي، ونتأكد إنه في فراغ لأنه الجل حيغلي ويطلع فقاعات وما بدنا إياه يفور وينكب على الغاز. نحطهم على النار ونغليهم لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر، يعني بعد ما يبدأ الغليان نحسب 5 دقائق. وفي شيء اختياري وصلني عبر الانستغرام مرة وجربته طلع كتير حلو، وهو إضافة القرفة أو البابونج. ما أتوقع أنه رح يأثر على قوام الجل أو يأثر على مظهر الشعر، بس هو هيك يعني بس بيعطي ريحة حلوة. أثناء غلي جل بذر الكتان منروح منجهز مي مغلية بوعاء تاني، رح خبركن شو رح نعمل فيها بعد شوي. منسكر النار ومنخلي البذور تنزل وتهدأ دقيقة، وبعدين منصفي الجل باستخدام مصفاية الشاي. لأنه خلينا الجل يهدأ دقيقة فكتير من البذور بتكون نزلت لتحت وصار فينا نصفيهم بسهولة. ما تحطوا كل المحتويات بالمصفاية، شوي شوي بتنزل كمية مناسبة من الجل. أحيانا بقدر أحطهم فورا بدون تصفية، ممكن يضل كم حبة ممكن تنشال وقت ما بدي أحطه على الشعر. بنخليهم يبردوا شوي وبنقفل عليهم ونخليهم بالبراد. كتير شفت فيديوهات لناس بيحطوا كل كمية المي وجل بذر الكتان بالمصفاية وبيحركوا، بس بحس ما إلها فايدة، لأنه الجل اللي معلق حوالين بذر الكتان حيضل معلق على جل بذر الكتان، ما رح نقدر نشيله. وشفت في كتير فيديوهات لناس بيصفوا جل بذر الكتان بكيس قماش أو بجوارب، وصدقوني أنا جربتها مرة ومش مستاهلة هذا العذاب. يعني فكرة إنه بدنا نعصر جل مغلي بإيدنا هي شغلة، وشغلة تانية إنه بعدين بدنا نغسل جل ملزق بقماش، كمان هذا عذاب بعذاب. كم مرة استخدمت مكبس القهوة كانت سهلة نوعا ما، بس كمان يعني تنظيف الفلتر بعد الاستخدام كمان كان كتير صعب. فأسهل طريقة إنه بس نهدى شوي على البذر الكتان، هو لحاله حيفصل المي عن البذور، وبعدين ممكن نصفيهم، مش ضروري نعصر. يعني العصر اللي كتير حيطلع شوية جل مش مستاهلين. طب بعد ما أخذنا شوي من الجل الموجود بالدلة خلصنا؟ لا، هنحط 7 فناجين مي مغلية جديدة، نضيفهم على جل بذر الكتان الباقي، نحركهم ونغليهم 5 دقائق وحيطلع جل تاني مرة. مهم انه نغسل المصفاية بماء مغلي لانه احتمال تكون مسدودة من الدفعة الاولى من الجل. ما بعرف اذا بنقدر نعمل دفعة ثالثة ورابعة، بس لانه بيوجعني قلبي على الجل بذر الكتان لانه طلعنا روحه وحصرناه على الاخير، ويعني حللنا كل حبة فيه. التخزين بعد ما يصير الجل بحرارة الغرفة منسكر عليه ومنحطه بالبراد. أنا بستخدمه خلال أسبوعين، يعني بعمل كمية مناسبة إلي لحتى أستخدمهم خلال أسبوعين، ولا مرة ضل أكثر من أسبوعين بالبراد، وإذا ضل بكبه وبرجع بعمل دفعة جديدة. في مرة خليت الجل لمدة شهر كنوع من التجربة، ما حسيت تغير في شيء ولا تغيرت ريحته، بس صار ضبابي شوي. طبعا ما استخدمته وعملت دفعة تانية. وشغلة كتير مهمة انه اذا الجل طلع كتير جامد صاير مثل الجلي، يعني ما عم بقدر اخده من المطربان، ما عم بقدر افرده على ايدي، بكل سهولة بيكون بده شوية مي، ناقصه شوية مي. ممكن بكل سهولة اخليه برا البراد شوي لحتى يصير بحرارة الغرفة، احط عليه مي مغلية وحركهم بيندمجوا مع بعض وبيصير يعني قوامه لزج او قريب للكريمة اكتر. او ممكن احطهم بصحن زجاج مع شوية مي بالميكروويف 15 ثانية، وبعدين بحركهم بلاقيهم مزجوا مع بعض. أنا أصلاً بحطهم بمطربانات زجاج، فهو المطربان نفسه ممكن أنا أعمل فيه كل هالحركة، بحط فيه شوية مي وبالمايكروويف 15 ثانية. بس تأكدوا أنكم تحطوا المطربان الزجاج فقط، ما تحطوا الغطاء جوا المطربان، وإلا يعني
فسجلوا عندكم على ورقة وقلم أي نوع بذر الكتان استخدمته وكم كمية المي اللي حطيتوه علشان المرة الجاية، لأنه احتمال المقادير اللي أنا قلتها تكون مختلفة عندكم حسب نوع بذر الكتان اللي أنتم عم تستخدموه. كمان شغلة كتير مهمة إنه نوع بذر الكتان كمان ممكن يغير على لون الجلد بالأخير، ممكن يكون لون شفاف أكثر، ضبابي، أصفر أو بني غامق. كيف نستخدم جل بذر الكتان على الشعر؟ نحط الجل على الشعر الرطب بعد الاستحمام فوراً. بحط الجل على كل الجهات وبميل راسي على أكثر من جهة، لأنه هيك بحس بقدر أوصل لزوايا مختلفة من الشعر. بركز على الأطراف مش فروة الرأس. بعد ما أتأكد أنه الجل وصل على كل الشعر، بكرمش الشعر أو سكرنش مرة مرتين وبس، بخليه ينشف لحاله. ما بنغسله، بنخلي الجل على الشعر لحتى ينشف. يعني أنا ما بستخدمه كماسك مؤقت، لا، بحطه كجل مثل الجل أو الواكس، بيضل على الشعر. بعد ساعة تقريبا حنلاقي الشعر صار يابس، وبكل سهولة نعمل السكرانش من كل الجهات وبوم، بيطلع معي شعر مجعد مع خصل محددة أكتر، وبيكون كثيف مع مظهر غير لامع، يعني مش باين إنه مبلل أو فيه جل. على النوم وبعد مرور فترة طويلة ممكن تختفي هاي الخصل وبعدين يرجع ينتكش مرة تانية. شو بعمل تاني يوم؟ هل برجع بحط جل مرة تانية؟ لا، برجع ببلل ايدي بمي وبمرر ايدي على كل الشعر، هو لحاله بيرجع بيتخصل مرة تانية، والفعالية الجل كأنه هيك بتتنشط مرة تانية. وبنفس الشيء بخليه لينشف، وبس ينشف كتير بعمل سكرنش وبيطلع كأني هلق حاطط الجل من جديد. مهم كتير انه نعرف انه هذا الجل للتسريح، يعني مش حيلغي اي خطوة تانية بروتين الشعر الكيرلي. 5 أسئلة واجوبة وصلتني على الانستغرام وجوابهم كلهم ما بعرف، فهذا قسم ما بعرف. 1، هل هو مفيد للشعر؟ بصراحة ما بعرف إذا في تغذية من الجل بذر الكتان للشعر بشكل مباشر، أنا ما حسيت بشيء مختلف، وخاصة هي الكلمات الرنانة تبع إنه مفيد، مطري، مغذي، بيجلب الرزق، بيعالج التلف، يعني كل هدول عليهم علامة استفهام كتير كبيرة. 2، هل بيطول الشعر وبيعالج التقصف ويبعد عنكم العلاقات الفاشلة؟ كمان ما بعرف، يعني أنا ما حسيت شعري طول بشكل كتير كبير، وصراحة ما دققت كتير على هالموضوع، ما بعرف كم هو الطول الطبيعي للشعر لحتى يطول بين شهر وشهر، ما عندي أي فكرة بهذا الموضوع. وعلى فكرة أنا من زمان مهمل لشعري، وبعدين اكتشفت من فترة أنه هذا الإهمال كان له جانب إيجابي، أنه أنا شعري، يعني مثلا هاي الخصلة، عمرها 2 سنين ما تعرضت لأي نوع من الحرارة أو الألوان أو المواد الكيميائية، فهذا نوع من الإهمال اللي حسيته يعني الإيجابي. 3، هل ممكن نستخدم مجفف الشعر؟ صراحة ما بعرف، لأنه أنا هاي قطعة مجفف الشعر اللي مستخدمة للشعر المجعد مو موجودة عندي، ولا مرة استخدمت السشوار، بس أتوقع إيه. أنا صراحة ما بستعجل كتير بالتنشيف، يعني لبين ما طلعت من الحمام وقعدت شوي ولبست بيكون مرق ساعة وبيكون نشف شعري. 4، هل ممكن إضافة بعض الزيوت المغذية للشعر بهذا الجل؟ ما بعرف، ولا مرة جربتها، بس أتوقع إيه، لأنه نحن الشعر المجعد بشكل عام هو دائما ناشف، فممكن كم نقطة ممكن تفيد، بس ما تكتروا كتير، لأنه بحس إنه إذا أنا بكتر زيت كتير أو بلسم كتير بيهبط الشعر. 5، هل هو مفيد للشعر الأملس؟ ما بعرف إذا في له استخدامات تانية للشعر الأملس. هذا الجل ما رح يحول الشعر الأملس فجأة لشعر مجعد، يعني أنا هذا شعري هو بطبيعته مجعد، فأنا بس بحاول أنه يعني ألعب بالنكشان تبعه. ما أتوقع أنه شعر أملس نحط له جل بذر الكتان يصير ملولب. عن جد يا ريت لو يكون عندي أجوبة لكل هاي الأسئلة، بس حاولت أفيدكم على قد ما بقدر. على فكرة ممكن نشوف خطوات صنع الجل ووضعه هيك، يعني هي طويلة ومعقدة كتير، بس صدقوني هي مثل لما نتعلم انه نفرش اسناننا، بالاول نستغرب وكيف بدنا نفرش اسناننا من جوا من برا من تحت من فوق واي نوع فرشايه واي نوع معجون اسنان، بس بعدين بتصير عادي. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. بعتوا لاحبابكم، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك، وناطر لاشوف تعليقاتكم. سلام.